بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ملو البوء الجوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكوبها ودي ساوتن ميريا كوبرايشن ولوصو قابي SMC عنوان كانوا حوي صوماليا حقيق سعطا سياسة دمانت الجوكتا أنه كجان قوينينا كسو دوادة مركلي لغي استياشا يداود ياشا قيمها يقرد وين استوديني ورباهنت SMC يعمى فران يقلب فران سومالي دو وحي ترادا لاختركا يا أمولي صدو سيدي وحوغيهين بدنا أم الشيغان وحوي الشيغان لكن سيدي وحوغيهين وما بشيغان با حدبا دالك سوماليا سياسة ديسو أنك وحان وقفلن سومالي حدينو نهاي دال يدبت داروت هوية ديجل أو مرفلة در دن وداك ماي محا اسريح ريح لول اسكبوبيت اسحكوميت كلاسرين لاندارين هورتا انتا سانو قوقة فلان انتا هدا آن شاقاي قاعدوين كان ودن داد كيسو اي سمايين او قول غاري ورشادة سمايستي او لو تهريبين مجرو إلا يسيستم كقلدان اسكبدلان قبيل كددكو يقولشان قفو البوا قبيل إلهي با كأنليي قرآنكو كويا لا قبيلك لما إنكيري كرو لكن الدنيا دان مركا عن صوتيرينو ودن دولة قبيل كردستي قبيالات استعمالي والدولة دي سوء شقيسي بط عرقي اللول دفاع دي لما هاي عكسي قوحا لهايا ودن بربري و سيداسي كتغي محايا لنظام كالدولة نماذا ما با قصة ما يسنبا سيداسي وانا هادالك عن صوقا دان دون نمانتي جسيرة كولان كالنحاي يعني دكتور علي سعيد فقي و قدومي هوري استيت كميلان اها امباشطوركي هوري الدولة دا صوماليا ميدو يوربنا اها هادالك قيرادالي وجيدي اوان قدال إذن كغسو الدين دونو أما بكرا أورلي والد كيدا فرح لبو دايو أنغو دمانتين وضا أهدينو نحي صومالي قعمها أنغو وحبكو هينين ولكن دل كينا لليقي ربو أنه لغو سو سعودو لان ديرين بين أه أن لان ديرينو أيا وحان ربا إنان شايغو هورت حسبيادان لبدا أه اللي دون يدلك الصومالي إن لقى هرقليو وحسن شيخ محمود قوته مدحوينه إن جمهورية الصومالية هرت حسبية داسي الدولة دا إنجريسكا وهذا قلن كإنه هيسا إلهي با قلن كإنه هي ما أقلع دولة دا إنجريسكو سيدوك لإن كرسيك الرئيس الوسارها ماشا لقى سارانا ما أقلع صومالي دو فرنجي بي وحكما قشا إنا شاكنان ربنا أرنكاسي دولة دا إنجريسكو إن مدحوينة إيا مدحوينة كوحيقين حد الصومالية أيالته أود دا دالكنا مدحوينة هكلية قعانتا لوغليو ما أقلا دولة دا إنجريسكو سيدوك لعونا قبطاين تهوبك اللقاضي صومالي لان إن أي هوب لسو دقي كرتو وآن أي كالتشن فيلا صومالية بيدونيسا سيدوك لنا هوبك صومالية إمانايا للسو دقايا إن شركضو يدو أي وكيل كتاي أما كأمر قاتا أو قرى إن أي كينان صوماليا دولة دا إنجريسكو مد دونيسو إن لاسعانوت أي مامل نغطو واتن هاد عيارها لغا ريبي واتن هاد رئيس الوسارها أفكيس أوكليهي يعني يغا اسمغا عابي وعبشقو الكمليهن واتن فيصل علي ورابي أوليهي إنجريسكو أو إنو هيليي حدودنا إساقع ديغي حدود ديسي أيانو معركيسي هلينا وإلاية تكرق دولة دا إنجريسكو سوماليان إنا سوماليا توس أغا أعطانا مدونيسو سوماليان إنا إيتوبيا كوبيرتانا مدونيسو سوماليان إنا جبوتي كوبيرتانا مدونيسو سوماليان إنا ماشاسي جوكتو وح كونفدرال وإك إنا يكو جوكتو يدونيسا
oo hadii loo baxdo magaalada muqdisho aan lagala tashan marka dana laga fushanayo Soomaaliya siyaasadda guud hadaan ka dhaadhiciyo ciidamo afrikaan ah oo inoo joogay 10 sano in ka badan oo muddo laga shaqeynayay dalka inay ka baxaan in ciidamadaasi kuwi bedeli lahaa la keeno oo waliba markaan Mareykan iyo Ingiriis ay horka caayaan oo qaramada midoobay laga ansixiyay ayaa markaysa qorshu yahay Soomaaliya ciidamadaas ciidamadaas oo ku lamaanan ilaa iyo badacas jaraa'idadu hadda waxay qorayaan in badacas yaani dhanka Yemen weerarada xuutiyiintu ay ku soo qaadeen yaani badda maraakiibta caalamiga ah ay soo bateen iyadoo Mareykanka Ingiriiska markii hore aanay u jawaabi jirin weerarka maraakiibtaasi cidda ku qaadaysa ee xuutiyiinta ah laakiin hadda qorshuhu uu yahay in meeshaasi ammaankeeda la sugo Baabul Mandab ammaankeeda la sumo la sugo waxaa la leeyahay dowladda Eritrea dhankeeda wax kama dhacaan laakiin Baabul Mandab dhanka Djibouti baa lagu bacay iyadoo Djibouti Mareykan Ingiriis Faransiis معنيه كل تشاينا جابان اي دقيهين معنيه دو مركو حاوي عيدا مضى سو صعدا الا ايو يمن الا ايو صوماليا لول كان استراتيجيقا اه او غفكي ماشان امني جيدا قعانتا كوهايا الدنيا دا معمولي كارو وي صومالي دو هادا مركا لغا شاكاين ايو داقال لغا واوين داقال لغا سدحادي الدونكا waxay u maleeyaan in Yurub iyo Amerika Raashiya iyo in uu ka bilaabanayo iyo Waqooyiga Kuuriya laakiin ma oga dagaalka saddexaad ee adduunka inuu ka bilaaban karo geeska Afrika oo lambar 1 ay ka tahay Djibouti Soomaaliya Eritrea Yemen in annaga aan halis ugu jirno annagu og quwada fadhida Djibouti iyo quwadaha hadda soo socda Soomaaliya iyo Yemen وانا تن اوليهي يتور علي سعيد فقي امنيغا جيسكا افريكا ودامدان لايسكو يرادو خطر بو كجرا داقالك سدحادي ادون كان وحو كبل لابان كرا جيسكا افريكا هادابا سيكستوي اها طبا سومالي دي ميلاها اللان ديرين ايسي وحاربنا انا شاقنو اتوبيا او بقولي لباتن مليون اه انتاي قدهي ده ميلتي مادو اسو مالان ديريسو دل ايد ديبت kuwa bilaabay tikreel la yiraado iyagana waa la gaagaabiyay laakiin Soomaaliya oo aan gaarin 60 milyan in ay iyadu 30 sano dawlad la'aan ah burbursan kaabayaal dhaqaale aan lahayn bad iyo bari la iska boobayo in ay maanta isnacdo oo is macnihi cunsuriyeyso is macnihi dhibaateyso oo laba laba isu iman karta aan jirin ay isnacbtahay nasiib darro aad u weyn dhacday bay ahay si kastoo ay ahaataba walaalayaal guud ahaan Soomaaliya meeshay u socoto waxa weey hadaan soo koobo hadii Ilaahay aanu ka qaban Soomaalidi oo gumeysi 1947 ka xun lugaha ay la gasho isla markaasna dalkeeda xaafad xaafad lagu maamulo oo qeyraadkeedii la gurto marka ugu dambeysana 300 oo milyan oo dad ah lagu milo Soomaali ayaa jiri jirtay hadalka uu noqdo waxaan doonayaa in aan idin ku soo gudbiyo meeshan Dr. Cali Saciid Fiqi hadalkii uu jeediyay xalay kaasoo qalbiga taabanayay markii sida kaliya waxaan noqonay dameer malab korkii saaran oo aanan ka warqabin in korkiisu saaran yahay hata maanta dafiri shabaab waxyaabo ay ku kacayaan waxay tahay tuulayda ka soo gubaya dadkii waan soo qixinaa xero qaxooti imaana beri wuxuu leeyahay war anigu waddanka aniga waddanka ma jooga aan ka tago hay'adaha qaxootiga qaaday waddanka waa laga raraya marka waxaad moodaa siyaasad xitaa kararid oo qarsoon inay jirto waxaan qabaa in ay maaragtay uusan jirin waddan Soomaali waxay ku leedahay waddankaas walaalow nalayahay walaal wax lahayn ma jiro nin walba madaxweynaha loogu doortay madaxweyne waxa u tahay ummadu ku dooratay dantooda waxay tahay inaad ka shaqeysid marka inaan mar walba iska dhaadhicino waddana cadaw nagu ah waddanka cadaw hadduu kugu yahay
وحواي دنتي سكامة ودنك شو مالك مركها ده في ريس ذلك لقال إنه بفلا نوع إنسكو مصروف نمله مشاركة إنكو بحنا مله ولا كبا مرك كبد الله كباي هدي ساعة ويكوسي ساعته وها مستقبل كينس وها هلس كجرو معركتي محايدا هدنا كجرتو كجري جري كجرتو محالها يا sovereignty ودنكا sovereignty وها يلا ليس مركا لقال أهانا ومدح بنانتا أهدان داد بوح بكربين مركا انتا دوح وباهانتا حرمتيت يا سيداس درتيد مركا ودنكا وها مهمة إن معركتي وكتشتو وها وقبو أسجل ومدى إني هيشيسو دولكان واكوبادن يهي وح الله وحي خيرات دولكان ولي يهينا وحا وا جنريشن كا بغول كسانا سو سعود كفا إني سنكر إكبادن با وحان قبا إن ماركتي فوكس كلاسار مركا مركا في ريسي ديو استراتيجيكالي هون اوف أفريكا هان كوف محال لها يا ميسك أفريكا دا في ريسي وحا كو سعودو دقال با كو سعودو دقال دو كو سعودو ديبلوماسي دي دقال او قري ما نيو البحو حيسينايا إنو ماركتي إنفلونس كو ياشو عرباها مركاسو قاد ميدل إستيغ وحا أبوين وحا واي وحي كلين إنترس سيكوريتا يو إنترس لغالا مركا مركا هادا دا عرقتان إماراتك أوركالي وحي آدو حيسينايا إنترس تيغود وحا لغالا إسيكوريتا لغالا محا dekadahan berito haday maaragtay hada dekadahan la iska saxiixayo berito wadankan waa isbedeli kara haduu isbedelo maaragtay waxay qabsanayaan waxaad qiyaasta horn of africa dan dekada ugu weyn hada maaragtay jabuuti ku taala tan ku xigtana maxay ku taala marka wax dekad weyn oo umadaan wax lagu gaarsiin ma jirto bar dekadaha saasi muhiim u yihiin waxa kale jira maaragtay wadankan marka fiirisid jabuuti Djibouti waxa joog wax alla wixii ciidan military ah oo waaweyn dawladdi waaweyn ayaa waxay keensadeen ciidamo military ah marka maxaa ugu wacan waxa ugu wacan muhiimada maaragtay ay horn of africa u leedahay east africa u leedahay amniga adduunyada sidaas darteed ayaa waxa joog chinese american ay joog dawladdi waaweyn ma japan ay joog ayay jooga haliste ileeda waxa way barida dagaal saddexaad hadduu bilaabo meelaha uu ka bilaabanayo kamid tah magarad marka si maaragtay ay dowladahan oo kale bilateral ma la isaga celin karo anay haddan Soomaalinahay dowladahaas waa weyn oo anaga haday hadda halisun ugu yihiin anaga shakhsi ahaan dowladahan iska ma celin karno waxay u baahan tahay multilateral marka ayaan dhaweyn mar oo maaragtay dowladii tan ka horeysay la saxiixay maaragtay trilateral agreement iyo Eritrea, Ethiopia, Somalia, ujeedada laga lahaa waxay ahayd in ila Djibouti ila Sudan lagu daro marka ay noqdaan maxaa la hayaa Horn of Africa oo maaragtay oo go'doon oo isku siyaasad ah maaragtay isku meel ka taagan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca maaragtay dhinaca military marka runtii dowlad kaligeed oo qowdahan ku soo socda iska celin karta male waxaa kale jira marka gadaal u fiirisid taariikhda Soomaaliyeed Soomaali waxay ka mid tahay dhowr urur ay ka mid tahay waxaa ka mid ah UN ay ka mid tahay member ay ka tahay UN waxay ka mid tahay African Union ay ka mid tahay waxay ka mid tahay jaamacadda Carabta ay ka mid tahay iyo ururada oo Islaamka ay ka mid tahay markii maaragtay intaysan burburin dawladda Yugoslavia intaysan burburin Soomaali waxay ka mid ahaan jirtay dawladaha dhexdhexaadka dowladda dhaxad ka runtood waxa aan jirtay Belgrade ay aan jirtay marka markasto waxa arkaysa xiriirada oo maaragtay Soomaaliya ay la leedahay dowladaha kale macna weyn ayaa ku fadhiyay marka Soomaaliya waxa muhiim ah in maaragtay dowladdeen inkastoo ay tabariyad tahay laakiin haddana maskaxdeen inaan ka bixino mar walba priority number 1 noo ahaado maxaa interesting Soomaaliya Soomaali interestigeeda ma aha maaragtay in dowlado un aan raacno aan mataqaana waxay iiga noo sheegaan aan maarkino aan fulino waxaa muhiim ah in maaragtay anaga aan fahno interestiga aan leenahay waxaan qabaa in ay maaragtay uusan jirin
ودن سومالي وحي قولي هذا ودن كاس ولالو نليح ولالو وحلاه مجرد نيمول بمدحوينة لو دورتي مدحوينة وحاوتها ومدكو دورتي دن توضا وحي تهي إنا كشقيسي مركا إنا المرول بسكرة عدعنا ودن عدو نقوه ودن عدو هدوكو بيهاي وحاوهاي دن تيسي سامعه مركا وإنا أدقنا دن تهدي مركزة أد ماركينا أوليسك أساتا لو ما باهنو إن ماركتي مانتو دن أنا عن وحياه عن جيلي مسكنا بهم وح هدي إنترسي سومالي وكجرو إن أنا متقانا ودم ضع مارك ودم أو أتى حتى درس أنا إن أنا متقانا عن سياسة دبلوماسية عن إسك قابل وح واجب مركز أنا جن قوات كيسن موقف كنا جن لنا سياسة دين إنترست جين وإنه نمبر ون برايوريتي نمبر ون هذا أنا سومالي وح كتالا ميل جيو استراتيجيكلي أد مهم وح نهايته وهذا رنتي لك نهايته وها أقومهم وها أقوان وهايته ماش أنكون أنكويال درتيد هبيم ودن إسك فقري أو ميلهم إسك يا كويال هدان حالين ما عندي باتوين بقاركود نقوم الإعلان مركز دجال كسومالي كسعودة أو عن دمانين معنيه اسمها ماركتي إن كلية سومالي إز دجاش إز دباتينس لكن forces فربضن أي فرق هاي وهكذا جرو أدمودا إن سوماليا استراتيجيكي دكتور إلى غرائب. رنتي واحد لان ملاجئي ما ركتي حتى ما أنت في الشباب وحياة بقى كعيا وحياتها تولي دكتور دبي. دكتي وانا سوق هنا. حرق حوتي معنا. بري وحلاي وراني ودن كاني ودن كمجوجا عن كتبه. هي هذا حوتي قاعدة ودن كوا الغرائب. مركو أدمودا سياسة حتى كرريت أو qarsoon inay jirto marka waxa soo dhan waxa loo baahan yahay in runtii dadka ay fahmaan wadankan midnimadiisu waa muqaddas wadankan ma taqaana umadiisa waa dad walaal ah diin ahaan ay isku halyihiin qabiil ahaan hadda Soomaaliya qabiil ahaan isku halyihiin sidaas darteed markaan waxaan qabaa runtii inay muhiim tahay in anaga midnimadeena iyo maaragtay horumarkeena aan ka shaqeyno gaar ahaan dhalinyarada mustaqbalka ee laakiin dadka muhiimka waxa ay tahay berito hadaarati wadankan khayraadku u leeyahay inaad ka faa'iideysataan waxa muhiim ah in nabadgelyo aad ka shaqeysaan runtii Soomaaliya waa wadan aad muhiim u ah strategical muhiim strategiyadan muhiim u ah dhaqaalaha haysto khayraadka wadankan yaalo adduunyada waxa lagu tiraa wadamada runtii maarkin ugu barwaaqaysan markii sida kaliya waxaan noqonay dameer malab korkii saaran oo aanan ka warqabin in korkiisu saaran yahay anagana aan isku dilayno laakiin berito waxa arki doona hadiisan ay ku sii socoto hantideenu la daldalanay anagana qayb aan ka nahay leena adiga qaado ninka kale walaalkeen saaxiibkeen Soomaaligaan u diidanahay.